قلب قطاع غزة ومع وقع الرصاص والمدافع وحروب النزاع والمعاناة، بيقف مستشفى الشفاء كشاهد على الإرادة الصلبة والتحديات الجسيمة اللي بيمر بيها المدنيين. اتأسس المستشفى سنة 1997 كمشروع طبي ضخم بيلبي احتياجات المجتمع في مواجهة التحديات الصحية. مجمع الشفاء مش بس مجرد مبنى طبي، بل هو معقل للصمود في وجه الظروف الصعبة وفي مواجهة التحديات الكتير اللي بيمر بيها الناس في غزة. بيقف الفريق الطبي في المستشفى كفريق لا يعرف المستحيل، بيواجه قلة الموارد والقيود الاقتصادية بابتسامة رغم الألم والوجع من الكم المهول لعدد الضحايا والمصابين. النهاردة بيمارس نوع من الإرهاب المتعمد للبناء الوحيد اللي بيعتبر حجر الزاوية في النزاعات والحروب، واللي بيلجأ ليه الناس بعد قصف بيوتهم وأحيائهم. مجمع الشفاء ما بقاش بس مجرد مكان فيه جرحى وضحايا بالآلاف، بل إنه بقى مكان آمن لجأ ليه الناس بعد تعمد تشريدهم على إيد الحرب الإسرائيلية. وعشان هو حاجة مهمة، قررت إسرائيل اقتحامه وتدميره برعاية أمريكية واضحة، بعد تصريحات البيت الأبيض النهاردة بأنه بيحوي أسلحة ومتفجرات وعناصر وكلام كتير من اللي دايما بنسمعه الفترة دي خصوصا من الجانب الغربي. مارتن جريفيث نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال إنه مش معقول المستشفيات تبقى ساحة حرب وتستغلها إسرائيل لتحقيق أهدافها. في تغريدة لي على تويتر قال: أنا متخوف جدا من أخبار الاقتحام العسكري لمستشفى الشفاء في غزة، المستشفيات ليست مكان للحروب. جريفيث طلب حماية الأطفال حديثي الولادة والمرضى والفرق الطبية وكل المدنيين، وشدد على إنهم يجب أن يتم التركيز على حمايتهم أكتر من أي حاجة تانية. نددت كمان كاترين راسل المديرة التنفيذية اليونيسيف باللقطات المأساوية اللي شافتها خلال زيارتها لغزة في وسط الحرب بين إسرائيل وحماس، وطالبت بوقف الرعب على حد قولها. قالت راسل إنها شافت حاجات مؤلمة، الناس في غزة واجهوا القصف والخسائر والنزوح، وقالت في القطاع مفيش مكان آمن للأطفال، وإن المستشفيات هي المكان الوحيد اللي بيلجأ ليه الإنسان بعد العواصف المدمرة والحرب البربرية. الإعلام الإسرائيلي في الساعات القليلة اللي فاتت ابتدى يصور إنه بيدخل مساعدات إنسانية وبينقذ حياة الناس، بينما الأخبار بتتوالى حاليا بارتكاب جريمة بشعة زي ما وصفها مراسلينا على الأرض.